لنغير الموضوع أيضا، هل تعلمين ما هي مهنة والدك؟ إنه جاء. إنه اختصاصي في الصحة النفسية. ماذا؟ هل أنفك مغلق تماما يا ابنتي؟ هل تخبريني ما طبيعة شعورك حيال أمك الجديدة؟ إنها لطيفة جدا، لكنها مخيفة أحيانا. إن طلب تقييم والديك فما هي العلامة التي ستمنحينها لهما؟ العلامة الكاملة. بابا وماما ممتعان جدا وأنا أحبهما، أريد البقاء معهما.